منذ القدم وخدمة ضيوف الرحمن شرف وفخر، ولكن ما معنى الضيافة؟ ليست الضيافة مجرد توفير الغرف والخدمات للضيوف، بل هي تجربة متكاملة ترتكز على فهم احتياجاتهم وتوقع رغباتهم. في مكة المكرمة حيث تتوافد ملايين القلوب شوقاً لزيارة بيت الله الحرام، نسعى في مجموعة فنادق أكور أبراج الساعة إلى تقديم ما يتجاوز مجرد الإقامة. هنا حيث تجتمع الروحانية مع أعلى سبل الرفاهية. وفي إطار حرصنا على إثراء تجربة ضيوف الرحمن، عقدنا اتفاقية تعاون مع المعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية. تخيل أن تكون في مكة وفي لحظة من لحظات التأمل تتساءل كيف كانت بداية مكة؟ كيف تحولت من واد غير ذي زرع إلى ملتقى لملايين الزوار؟ الجواب يكمن في تلك الرحلة التاريخية التي يستعرضها المعرض ويجاوب على أسئلتك. الضيافة ليست مجرد خدمة، بل مسؤولية نحملها على عاتقنا لتقديم تجربة روحانية وثقافية لضيوفنا الكرام، ليعيشوا تجربة تجمع بين الفخامة والمعرفة في آن واحد. إننا في مجموعة فنادق أكور أبراج الساعة نؤمن بأن تعاوننا مع الجهات التي تشاركنا الرؤية هي الطريقة الأمثل لتعزيز تجربة ضيوف الرحمن ولجعل إقامتهم ذكرى لا تنسى.